كاينه واحد الشجره تاع زيتونه، هذيك الشجره تاع زيتونه واش كان معلق فيها؟ كان معلق فيها بيبي. ياسمينة امها مرضت، مرض عقلي، راحت تمشي مع الخلا وباباها زوج. كنت يتيم، الاب راح عليا الوالد، وزد اخذوا عليا الوالده، اخذوا عليا الوالده، اخذوا عليا الوالده. صاك دائما نشعر براني عايش بدون اب. هو اكثر من 48 سنه الوالد في الغابه، تماك اسس حياه نتاعو. إذن حكايتنا لنهار اليوم هي حكاية فتيحة ومحمد، هاد الزوجين اللي عندهم أكثر من 26 سنة زواج، مرزقهمش ربي بالأطفال، إن شاء الله ربي يحيي صلبهما ويحيي صلب كل واحد راهو محروم من الأطفال، وإن شاء الله يفرحوا كذلك. طبعا ربي حنين وكريم إلى أبعد الحدود وكثر ما نتصوروا. في يوم من الأيام فتيحة في الحوش هنا في هاد الدوار تسمع واحد الأصوات وتتفقد، وإذا به كاينه واحد الشجرة تاع زيتونة، هذيك الشجرة تاع زيتونة واش كان معلق فيها؟ كان معلق فيها بيبي. رضيعة رغوة في عمرها 3 أشهر، فتيحة هذه رفدت هذيك الطفلة، دخلتها لدارها ورباتها. اليوم الطفلة ياسمينة في عمرها 8 سنوات، فتيحة ومحمد رباوها كبروها وحبوها وحنوا عليها وقراوها، واليوم راهي من أنجح التلاميذ. الأمر في كل هذا، تعرفوا هذيك الطفلة بنت من؟ بنت خو راجل فتيحة. نعم، يعني ياسمينة الطفلة تقول باباها خالي، خالي خال باباها. إيه، يعني تخيلوا شتو هذيك الحكايه كيفاش. وطبعا لانه احنا في كل مره نحبوا نتقاسموا مع خاوتنا وخياتنا حكاياتهم، لانه فيها بكثير من الدروس ومن العبر. جينا عند اختي فتيحه، استقبلتنا في بيتها المتواضع جدا باش تحكي لنا الحكايه تاعها، وان شاء الله فيها خير لانه دائما نخلوها على ربي. ياسمينة امها مرضت، مرض عقلي، راحت تمشي مع الخلا وباباها زوج. كزوج باباها وجاب امراه اخرى وهي خلات 3 دراري، وياسمينة هي التاليه فيهم، وجبتها ربيتها ماهيش غريبه. يعني انتم 26 سنه زواج، 26 سنه زواج، بصح ربي ما رزقناش بالدراري. مش حلمكم كان طفل، وبسبب الظروف ربما اللي عايشوها انتم. احنا درنا تعيارات بصح ما ولاخرناش، ما عنده هو راجلي، هو قال لي ما عندوش دراهم، هو ما ولاخرش في الاخر كواغطو، ما قدرش يكمل في العلاج لانه يطلب بزاف لي ديبلاسمون تاع المقولات ودراهم بزاف. وحنا في الاخر راكم شايفين ورانا عايشين، صح، طريق احنا مقطوعين، ما كان لا طريق، ما كان لا ترانسبورات، ما كان الظروف، احنا الظروف صعيبه، احنا عندنا المعيشه قاسيه علينا. الى ان وين ربي سبحانه بعث لكم هذا الملاك. هذا الملاك وراهي من الاخر. حكينا كيفاش فتيحه لقيتيها. في الاول قلت لك لقيتها في الزيتون، لقيتيها معلقه في شجره، وصفي لنا كيفاش كانت. من هنا كي راحت حتى سمعت لها الحس، سمعت لها تبكي، كي خرجت لقيتها تما معلقه. كي جبتها قعدت عندي 5 ايام. خمس ايام كانت عندي، قعدت عندي. وكي جا باباها قلت له الطفله هذه لازم تنفدها وتربيها. بصح اسمحي لي فتيحه، انتم هنا في الدوار معروفين، يعني كي شتي شجره معلقه، طفله معلقه في شجره، ما تسالتيش ما قلتيش ربما بنت الجيران ولا بنت؟ نعرفها هذه، راهي غير ساكنه غير حدايا، ماهيش بعيده عليا. تعرفي يماها وباباها؟ نعرف يماها ونعرف باباها. باباها قلت لك حفظ راجلي. ايه، معناتها راجلك هذا راجل اختو، وليد اختو. وليد اختو. وليد اختو. وبابة الطفلة. بابة الطفلة، بابة ياسمينة يقول خالي الراجل. راجلك يقول له خالي. يعني انت عرفتي كي شتي البيبي عرفتي بلي بنته. عرفت بلي عرفت. اي حبت تجي ياسمينة.
ايه لا بعد قليل تدخلي ياسمينه حبيبتي. ياسمينه قعدت من بعد. صحة ماما الشابة. كي رحت جبتها قلت لك قعدت عندي خمس ايام. من الخمس ايام وجات هي جات مرت باباها من الغاليزن قلت لها الطفلة لازم تربوها. ايه. هداتها ورباتها ومن بعد جات امها وداتها وراحت عند باباها. شكون؟ يما الطفلة. يما الطفلة ايه. داها اللي رباها هي تربات عند عند جداها. عند جدها. عند جدها. اللي تربات حتى ولات. عند باباها. ماشي عند باباها. علاه؟ باباها خلاص هي هو كي تزوج هو ثان ما لا غالب عليه الظروف قاسية عليه ما قدرش يتحمل المسؤولية تاع هذوك الطفلة. أرمى ذيك الطفلة. كاين ناس مشتاقين الدراري. راه مشتاق الدراري بس على غالب. كاين ناس يبكوا على الدراري. يبكوا احنا خاسرين. احنا لو كان صبنا بطراه ما نشروه بس على غالب. الظروف ما عطا ربي ما عطاناش ربي ما رزقناش. احنا لو كان صبنا بطراه ما نشروه بس على غالب. تعوضكم الحمد لله. الحمد لله ربي عوضنا بياسمينة بأجمل طفلة. ربي عوضنا بياسمينة بأجمل طفلة. قول له خرت علينا الدار ولد هي تقول لي ماما وخالها تقول له بابا والحمد لله. يعني خمس ايام عاودوا جاوا داو ياسمينة. جات مرت باباها اللي رباتها. قعدت عندها ايامات حتى ولات في الاوداها داها رباها جدها. جدها. تحكمت بالرجوع كيح بالرجوع بمعنى كان بالمح كماها. لا لا ما يش مطلقة هو كيد هو كيد يطلبوا داده على النفقة تاع الطفلة والمرأة. إيه؟ قالوا لازم هذا الطفلة هذه تستكلف بها بهي أمها على ياسمينة. على ياسمينة أمها كي رجعها كان في عمرها ثلاث سنين. إيه وش ترى بعدها بعد الرجوع كي جات بالرجوع هو ما مكاش اللي استكلف بها مسكينة قعدت هي أمها غرف تحت الزيتونة وواحد اضطره غادي كوخ هكذاك غير هي وامها غير هي وامها ما كاش اللي يخبي هي ذاك المراه ما تخبزش اللي باغي ربي يعطي لهم ماكله ياكلوا صلى الله بارك اللي ما عطالهاش راهم يقعدوا بالجوع. وباباها باباها ما قلت لك ما يتنفقش بها والو ما كان ما يحوس على المراه على شي كحسه مع بيهم ما هو سمع بيهم لا جدهم تاع باباها ولا جده تاع ماما حتى مسؤوليه كان حتى مسؤوليه يحوس عليها حتى جات الطفله جات وحدة ما كاش اللي عطاها لها حتى ولا تبكي عيط على ياسمين ارواحي ارواحي جات وقعدت عندي جات عندك هي جات الله سبحان الله وبحمد الكلام هي جات وحدها قلت لها ارواحي ما كاش اللي عطاها للطفله باباها ما عطاليش دادها ما عطاليش ما كان لا جد لا الجده لا ما كاش وحدها دقدقتها هي جات وحدها كي خلاص انضرت وامها كي مريضه تضربها ودير لها عفايس ما تشي شابين يماها يماها الحقانيه اللي ولدتها دلها من قوة الله غالبة مريضة مريضة دير لها عفايس ما تشي شابين صابت عندك الحنانة هربت ليك كي جات قعدت عندي قلت لها ياسمينة تقعدي معايا ولا تروحي عندي ومكس قلت لها لن قعد معاك هي كانت تقول لي فاتيحة ما كانتش تقول لي ماما ماما ايه ما كانتش تقول لي ماما إيه؟ ياسمينة تروحي ولا تقعدي قلت لي لن نقعد معاك وراجلك هذا... مش قال لك وراجلي ما قال لي قال لي نهار الاول ما تقبلهاش قال لي هذه دايره هاك بالك تمرض بالك درا كنت بعد مسؤوليه مسؤوليه قال لي قال لي احنا قلت له خليها لربي وما عليها ما جابش حوسوا عليها لا حوسوش عليها والو ما حوس عليها لا جدها لا امها لا لا باباها لا ما كاش اللي حوس عليها ما كاش اللي قالنا لا واش راكم ديروا خلاص صاي شحال مثل سنين يوم فمرها 8 سنين 8 سنين حنا درناها في الاخر في ليكول حنا نجيبوا لها الادوات كاين واحد السيد كثر خيره ثاني يعاوننا في الاخر في الادوات تاعها وتجيب ديك 500 ثاني على الشك تاع باباها الحقاني اي على الشك تاع باباها الحقاني على الشك مسجله باسم باباها باسم باباها في الليفري باسم باباها في الاسم على باباها وامها امها راهي مازال ما طلقتش اي ما طلقتش وعندها العقد وعندها كلش وهي تعرف باباها ويماها تعرف تعرف باباها ويماها بلي شكون وشكون اللي ولدتها وشكون اللي رباها وشكون اللي واش صرا بها وتروح عندهم ما تروحش عندهم مين ذاك تروح كيما نقولش انا ما يسبونيش انا تروح عند مرت باباها تما دوكا ياسمين الله يبارك هي كبيره يتعرف 8 سنين يتقرا سنه ثالثه ما كاش اللي ما عرفش حكايتها وما مالي هذوك ماهمش يحوسوا عليها ما كاش اللي يعطي لها حتى حبه حلوه سيد روك راهي في المسؤوليه تاعنا بلي راهي عندكم راكم مربينا ربي يسال عليكم مربينها غير بالكلمه ولا عندكم كوارث لا لا ما عندناش كوارث وغيرها كذا قلت لك الطفله دخلت جات وحده ما كاش اللي عطانا الطفله بصح ما كاش اللي حوس عليها يقولنا هاتوا الطفله ندوها هذه مسؤوليه تاعنا ولا ما كاش اللي حوس عليها
ربيتي عليها الكبدة؟ ربيت عليها الكبدة ونحبها وتنحارب أي إنسان نحاربه على ياسمينة. نتحدى أي نتحدى باباه يماه وجده وقاع نتحداهم باللي عليا جال ياسمينة، اللي يضر ياسمينة ضرني أنا. يا ما عندكش حتى وثيقة؟ لو كان وثيقة غدوة من الغدوة يجي باباه ينحيها لك. قلت لك هكذا بدون وثيقة راني نقولوا باللي نشارعوا ما تقدريش في المحكمة باللي الاخرو ما تقدريش تشارعي. هو علاه سمح فيها؟ ما عندكش ورقة؟ ما عنديش ورقة، راني فاهم باللي ما عنديش ورقة. غدوة لو كان يبغي يديها يديها، بصح وين يديها؟ قولي وين؟ شكون اللي يربيها؟ شكون اللي يربيها؟ وشكون اللي يربيها؟ ومرته الثانية ثم راهي مريضة. ولادو الاخرين؟ ولادو الاخرين راهم عندنا نجداهم. نجداهم؟ هي خلاتك ياسمينة تحسي بالأمومة؟ اه ما تخيليهاش بلي ياسمينة كي نشوفها تمرض كيما هاك ونحس بواحد الإحساس غريب عجيب وغريب. ما ظنيتش ما تحسيش بالاخر، بصح الاخر تاع قال لك الكبدة ما الاخرش بالكبدة، بصح القلب من نحبها نحبها تاع السادة ونقعد هكا في وسط الاخر. وين نروح نقول لهم اللي ما يعزش ياسمينة ما يعزنيش، اللي يعز ياسمينة عزني انا. وهي حنينة معك؟ اه تحبني وحنينة، وكي تشوفني هكا مريضة وتجي ترقي وتبكي تقول يا ماما تقول يا ماما ها وماما ماما اللي ماما اللي ولدتني راحت وانت ياسن بغيتي تروحي تخليني لمن تخليني؟ تعرف تعرف كلش تعرف تعرف ماما اللي ولدتني راحت. اه قالت لي ماما اللي ولدتني يضرك مرضت راحت وانت ياسن ماما اللي ربيتيني يعني بغيتي تروحي تخليني؟ تخاف تخاف تقعد وحدها؟ تخاف تقعد وحدها دروك تقعد كيما هاك قاعد تشوف الدراري مع باباهم مع ماما تقول يا ماما علاه ما انت ما ولدتيش ما درتيليش خويا يلعب معايا؟ هي تبكي واحد النهار تبكي ولا تبكي قالت لي يا ماما علاه ما ولدتيش شكون ضربك في كرشيك وشكون دار لك حاجه قلت لها قلت لها انت مكتوب ربي يا بنتي شافي عمرك انا في عمري 43 سنه 43 سنه ان شاء الله شوفي مازال كاين الامل ان شاء الله انا نشوف ربما ناس الخير اطباء عيادات خاصه بالتلقيح والانجاب في اطباء اكفاء راهم يشوفوا ربما ظروفك الله غالب ما لحقتيش صح ان شاء الله كاين الناس الخير راح يسخرهم لك ربي وانا ضروك وانا ضروك لي مالا ان شاء الله ضروك مريضه ثاني كي انا راجلي الله غالب عليه ما كان لا خدمه ما كان لا شهريه ما كان والو يتيم الاب يتيم الام ما عندوش دراري الله غالب وانا قلتي لي كاين مرات وين ياسمينه ما تقدريش كيفاش توكليها وتشرب ايه كاين من كاين من ذاك صوالح تشتاهم ما نقدرش نلبي لها طلبها الله غالب احنا عايشين غير في سوالح كيما هاك تاع برا كيما القضيم وكيما البلوط وكيما من ذاك وين يروح يشرق يجيب الدراهم بصح كي نقعدوا هنا غير انا وياها ما كاينش اللي يدخل علينا حتى شكره تاع الملح نسوفريو كاين من ذاك يروح تقول لي يا ماما انا شهيت الياغوت انا شهيت ديك ولا يا بنتي شكون اللي يجيب لك نقعدوا هنا ما كاينش اللي يطبطب علينا بالباب لا من القريب ولا من البعيد نقعدوا غير انا وياه ربي يفتح عليكم ان شاء الله ربي يفرج عليكم ان شاء الله ربما ظروف قاهره حتى الام تاعها مسكينه مريضه مازالها مريضه مازالها دروك تبات في الخلا دروك ما مازال في الخلا في الخلا ولا غير تبات في الخلا مكاش اللي لمها كاع ما كان لا باباها حن عليها لا خاوتها لا ولا ما كان والو ربي يشفيها ان شاء الله وشحال من مره دخلوها في المستشفى تاع المرضى العقلي تخرج لا جوان في دخلوها التنس دخلوها ما كاش أيا ويشربوا لها يشربوا لها في الدواء الغالب ربي يشفيها ان شاء الله ويكون معاها احنا طبعا اختنا فاتحة ربما تحوس على الاقل ان شاء الله هذا الاب يسوي الوضعية تاع بنته كفالة انا شاني طالب دروك انا نروح ندير السنية لي على الاخر كفالة نتكفل بها باللي انا راني ما ربيتها ايه باش تكوني في اطار قانوني صح واش راني الاخر هذا كي مكبرت هاي بنتك هي قلت لك بنتي دروك انا معتبرتها بنتي كان ولدها قلت لك ندير المستحيل اللي يضر ياسمينه ضرني ونحارب على ياسمينه يقول لك الام ماشي غير هي اللي ولدت الام هي اللي كبرت وربات وسهرت وتعبت صح قال لك اللي ما قال لك سال اللي مجرب لا تسال طبيب عمرت عليك الدار والله غير عمرت عليا الدار والله كي يروح
يروح باباها كراجل يروح يشرق ولا يروح يخدم، هي تقعد معايا في الدار. ربي يحفظها ان شاء الله وينجحها يا رب ان شاء الله ويفتح عليكم ان شاء الله وتوفي ان شاء الله اطار كبير ان شاء الله. هي شراي باغيه يا ربي، هي باغيه قالت لك ماما باغيه الدار والمدرسه قريبه ليا، باغيه الدار والمدرسه قريبه، ما نمشيش بزاف ما نمشيش بزاف ان شاء الله. صحيح قلنا انه ان شاء الله هذا الاب ان شاء الله لازم يخمم على مصلحه هذه الطفله، بما انه ربما ظروفه ما تسمحلوش باش يربيها ويكبرها ويقريها، ربي ومسخر ناس باش هما يحميوها ويربوها ويحضنوا عليها. دونك ان شاء الله هذا الاب يقدر يدير لها كفاله، لانه حنا حاولنا نتواصلوا مع الاب ولا الام ولكنهم ما كانش هم هنا. ما كانش والله يا مرت باباها ولا لا، قالت لي روح الاخر لك ديري كفاله عليها. وهدرت مع خالها ومرت باباها حفيت رجلي قولوا خالي، ومهم الله غالب ظروف قاسية عليها ما صابت الشيطان اللي لمها، هي ضروكت في الشارع في الشتاء في الصيف. ربي يصلح الأحوال إن شاء الله يا رب. كاينة واحد الشجرة تاع زيتونة، هذيك الشجرة تاع زيتونة واش كان معلق فيها؟ كان معلق فيها بيبي. ياسمينة أمها مرضت مرض عقلي، راحت تمشي مع الخلا وباباها زوج. كنشوفي حنا فتيحة لازم تعرفي حاجة مهمة، أنا وكل الزملاء كل فريق إعداد برنامج خليها على ربي، احنا باش جينا لك اليوم هنا صحيح جينا سمعنا حكايتك ان شاء الله من خلالها الاب تاع ياسمينه يدير لك كفاله، ولكن احنا قبل ما نجاو ليك كاين بزاف ناس تواصلوا معنا بخصوص ياسمينه، كاين بزاف ناس حكاو لنا على ياسمينه هنا من الشلف من الزبوجه من البريره، كاين بزاف ناس تواصلوا معنا باش نشوفوا الحل لحال ياسمينه، ولكن احنا قلت لك ربي حبنا تاني لانه سخرنا ليك. ربي يخليكم ان شاء الله اليوم يقدركم على فعل الخير ان شاء الله. ان شاء الله شوفي اليوم عندنا زوج مفاجآت ليك ان شاء الله يا رب. المفاجأة الأولى اللي نقدر نقولها هو أنه رانا عارضينكم على مأدوبة عشاء، لأنه ياسمينة كان حلمها تخرج من الدوار هذا، حلمها أنها تغادر يوم من الأيام هذا الدوار. دونك حنا هنا مع خونا ياسين وكامل نظمنا لها حاجة صغيرة هكذا، دونك حنا وانتيا والمشاهدين حين نديروا حاجة جديدة اليوم في البرنامج وهو إدخال البهجة والسرور في نفس ياسمينة اللي حتشوفوها معنا بعد قليل. نحن شنو نطلبوا لكم؟ نطلبوا لكم ربي يحفظكم وربي يقدركم على فعل الخير، وكي جيتوا شرفتونا والشرف لنا عظيم وربي يجازيكم. أمين يا رب إن شاء الله. وكذلك عندنا مفاجأة إن شاء الله راهي كبيرة راح نزفوها لك بعد قليل اختي فتيحه، والمشاهدين اكيد حني يفرحوا معنا، ولكن كل حاجه في وقتها تجي مليحه وحلوه ان شاء الله. طبعا احنا لانه ياسمينة نحق لها حلمها ان تغادر من هذا الدوار تخرج على الاقل تشوف لافيل على الاقل تشوف ناس جدد وكذا، دونك مباشره نروحوا نتلاقاو على مائده العشاء الى حين طبعا نلتقي بعد قليل. نقول لك يلا توجدوا روحكم، توجدي ياسمينة اخويا محمد ويلا ان شاء الله. ان شاء الله. اذا مشاهدينا الى حين تحضر روحها الاخت فتيحه، انا حبيت نقول لكم انه كاع واش راكم تشوفوا في برنامج خليها على ربي، راكم تشوفوا الصوت والصوره، راكم تشوفوا فقط الحكايات، ولكن وراء كل هذه الصور وهذه المشاهد كاين تعب كبير وشقاء وعناء وتضحيات جسام من طرفي انا ومن طرف الزميله ايمان وكل الزملاء المصورين التقنيين حتى زميلنا السائق، كل واحد فينا راهو يتعب ويشقى ودفع، والله العظيم ما نقدروش نلقاو ولو ثانيه هكذا باش نرتاحوا فيها، فقط على جالكم انتوما وعلى جال هاد الجزائريين اللي كيما حنا اللي هما بحاجه لينا، وحنا لانه في يوم من الايام راح نكونوا بحاجه ليهم. حنا شنو نطلبوا لكم؟ حنا نطلبوا لكم الصحه، ربي يخليكم لينا ان شاء الله يا رب، وربي يقدركم على فعل الخير وربي يجازيكم، جزاكم الله عند ربي عظيم، ربي يجازيكم الله خيرا. امين يا رب. وحنا ما نسحقوا والو، شتي واش كيدعي لنا بالخير؟ نسحقوا غير دعاوي الخير فقط فقط فقط. يلا العشاء يبرد يا مدام نروحوا.
يا خوتي اول حاجه شوفوا البرد تاع الشلف ما يحسلو غير اللي عاشوا اللي جا الشلف في هذا البرد. المهم احنا كانت عندنا طريق طويله من راس الجبل اللي كنا فيه مع فاتيحه وزوجها وبنتها جينا لهذه المنطقه وهذا المكان. احنا درنا لهم بياج، صبنا لهم سبه، قلنا لهم عندكم اليوم تتعشاو. هي ايفيكتيفمون صح انا عرضنا لهم العشاء باش نفرحوا معاهم وكذا، مي بصح الطريقه الوحيده باش نخرجوهم من دارهم هو ان نروحوا نتعشاو. لكن احنا الهدف الرئيسي تاعنا هو انه حين نفرحوهم. حبيت نتوما تعرفوا قبل فاتيحه وزوجها محمد انه هاد الارض اللي رانا فيها، هاد التراب هذا عباره عن 100 متر. هاد الارض تبرع بها مولا خير، فاعل خير هنا في الشلف، بالتحديد في الشطيه، صدقه على الوالد تاعو. دونك هاد الارض مدها الفاتيحه وزوجها وبنتهم طبعا ياسمينة، كيما راكم تشوفوا راح تفرح اليوم بشكل رهيب جدا. دونك انا وانتم راح نجيبوا فاتيحه، راهي في السياره مسكينه راهي تسنى باش تعشى، مي حنا راح نفرحوها بعدها نروحوا نتعشاو. الفال معليش نخلوه الفال، يلا راح نفرحوهم. شحال حاله كي تفرحوا انسان. فاتيحه يلا تعطلنا على العشاء، مازال ما وجدتش العشاء، دونك جينا لواحد البلاصه باش تشوف. يا خويا محمد احبط من هيك. واش حبيبتي صافا ما عييتيش؟ جعتي ولا مازال؟ كي جعانه دوك روحوا نتعشاو هكذا ماما. يلا فاتيحه اروحي معايا، الزملاء لازم يجوا يشوفوا حاجه. خويا محمد تفضلوا معانا. وياسين طبعا تحيه لياسين. ياسين في الشلف هو مولا خير، معروف بشهامته بكلش بالعمل الخيري تاعو وبفضل ياسين طبعا. حبيت نقول لكم هاي الكاميرا امامكم، محمد خويا، اختي فاتيحه والشابه الاموره. هذا التراب اللي رانا عليه ان شاء الله راهو ملككم اليوم. هذه مفاجاه لا لا توصف. تخيل انا نشكركم بزاف بزاف، ونشكر اخويا ياسين والجماعة الفارسية، نشكرهم قوي 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 وتبارك الله فيكم. نشكروا صاحب الأرض هذا، هذا الإنسان دعوا له بالخير، صدق على الوالد تاعو ربي يرحمه. حنا واش نطلبوا له؟ الله يجعل ربي يعطي له ما يتمنى. إن شاء الله يا رب. فاتيحة. سي حبست أنا ما عنديش، حبست ما عنديش. على بالي ماشي سهلة، ما كنتش نستنى فيها. ما كنتش نستنى فيها، ما كنتش نتخيل فيها كاع أنايا. والله ما كنت نتخيل فيها. الحمد لله ربي ينفيه غير الخير. إن شاء الله يا رب. الحمد لله ربي ينفيه غير الخير. يعني تبارك الله فيكم. فيك بركة، فيك بركة. فاتيحة إحساسك شعورك؟ اللسان عاجز على التعبير. على ماذا يعبر؟ على فرحتي. ما كنتش متخيل باللي نرحل من ذيك البلاصة نجي لهنا ويعطوا لي الآخر تاع الأرض. احنا واش تنطلبوا؟ ربي يجازيكم، جزاكم الله خيرا. ونشكر خويا ياسين ونشكر جميع اللي ساهم في مبادرة، مبادرة خير ربي يجازيه. الحمد لله ربي. واللي مد هذه الأرض هذه ونقولوا باباه الله يرحمه الله يوسع عليه الله يجعله إن شاء الله من أهل الجنة، وهو الله يعطي له صحته وإن شاء الله ربي يعطي له ما يتمنى في الدنيا وفي الآخرة. فقط غدوة إن شاء الله ولا غير غدوة، لأنه راه غايب صاحب الأرض. يجي تروحوا عند النوتير يكتتبوا هكذا. ياسين خويا تقدر تلحق بينا إذا حبيت ياسين، معليش بحبيت الرجال الخفاء. دونك ياسين غدوة إن شاء الله ولا مش بس حنا كلمنا راه غايب راه أوغ ولاية. إن شاء الله إن شاء الله ويكتب لهم الأرض وتولي باسمهم. بالبركة عليكم. لازم المشاهدين يعرفوا أنه راكم في الشطية فيل، دونك حتى ياسمين راح يجيها المسيد قريب، كلش قريب عليكم ان شاء الله يا ربي. هذا ما انا طالبين غير راح من ذيك البلاصه. الدمعه وعلاه صاي ما صاي ما نقدرش نقول لك اختي عيشه، يعني المفاجاه كما هذه انا ما كنتش نتخيلها كاع. والله ما كنا نتخيل في المفاجاه. انا الساعه كي جيتو عندي للدار انا عم بالي صاي جيت تشوفوا ونقولوا معاه ما كنتش نتخيل هذا الصوالح هذا تاع والله ما كنت نتخيل. انا نقولوا ربي يجازيك، ربي يجازيك. هذا
ربي يكتبه لكم ان شاء الله. كذلك لازم نقولوا حاجه للمشاهدين لاصحاب الخير، حنا علينا الارض، ربي سبحانه سخرنا هذا الانسان مولا خير الحمد لله. بقى نتوما كذلك تتواصلوا مع ياسين مع الجمعيه الفارسيه ولا مع خويا محمد باش نبداو الاشغال ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. منا للصيف لازم تكون الدار وجدات وسكنتوها بالخير ان شاء الله وبالربح ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي. الف الف مبروك عليكم. الله يسلمك، كل خير. الله يسلمك وانت يا ثنت بارك الله فيكم وجماعه الفروسيه وخويا ياسين قعدت ليك، بارك الله فيكم وربي يخلصكم. هذا وربي يجازيكم، جزاكم الله خيرا جميع من بادر مبادرة خير ربي يجازيه. الحمد لله يا رب، حنا فرحنا لكم وربي ثاني يوفقكم على عمل الخير. امين يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يعاويكم طبعا. الحمد لله ربي من فعل الخير، ربي دائما يسخر ناس للناس، دونك الحمد لله انه بلادنا مازال فيها الخير. الجزائريين جزائريين رجال وفحوله، دونك هذا قال لك عندي قطعه ارض حبيت نصدقها في على الوالد تاعو ربي يرحمه طبعا. الحمد لله هاي لك الارض قدرت تشوفوها 100 متر ان شاء الله، يبقى فقط على ناس الخير اللي يحبوا يعاونوا خونا ياسين باش نبنيو لهم الارض نعاودوا نجوا لعندكم ديرنا طعام. مرحبا بكم. الله الله في هذه الدار الجديده ان شاء الله. مرحبا بكم اي وقت ان شاء الله، بالبركه عليكم. يلا احنا وعدناكم كذلك انو نتعشاو، دونك حبينا نفرحوكم باش نروحوا نتعشاو وتكونوا في قمه السعاده ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. هكذا خويا ان شاء الله. يلا نكملوا نقصروا كي نروحوا نتعشاو. يلا اذا مشاهدينا احنا فرحتنا لا تسعنا اليوم، متواصلين ان شاء الله نروحوا للشطيه ونتشافى عليه. والله اللي سنه لا عجز التعبير، والله يا لا عجز على التعبير على ماذا يعبر. الصبر دائما ينال. شكرا الف شكر وتبارك الله فيكم وربي يحفظكم. الحمد لله يا ربي، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والحمد لله ربي يجيب الفرج من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون. واش لازمنا نديروا برك؟ نشدوا في ربي سبحانه ونصفوا النية ونخلوها على ربي. يلا حنا نروحوا نتعشاو. يلا هروح. ها هي ياسمينة بنتي، شوفي ها وين نبنوا. فرحتي؟ كيف فرحانة؟ دروك المدرسة قريبة عليك، ماشي تروح تظل تمشي حتى البو مازال. والحمد لله يا رب، الله يجعله من أهل محمد. وانتو مثلا شكرا، تبارك الله فيكم، الله يسلمك. اليوم راح نحكي لكم حكاية عم إبراهيم والوالد تاعو. راح نبداو الحكاية تاع اليوم من هاد الصورة. راكم تشوفوا هذا الطفل الصغير، أنا ذاك كان في عمره 4 سنوات. هذا الطفل تمرمد، تشتت، تيتم، تمرمد، تشتت، تيتم. تعرفوا أنه هذا الطفل بعد ما كبر وكون شخصية وتحدى الصعاب راح حتى لبودابست يحوس على الوالد تاعو. كنت يتيم، الأب راح عليا الوالد وزد أخذوا عليا الوالدة، أخذوا عليا الوالدة، أخذوا عليا الوالدة. 17-16 سنة بديت نكتشف على الوالد باللي مطرود وسمعت الدروس نتاعو، بديت ما باش نعرف الحقيقة تاع الوالد، ما باش نعرف الحقيقة تاع الوالد. صاك دايما نشعر براني عايش بدون أب.
أكثر من 48 سنة الوالد في الغربة، تمك أسس حياة نتاعو وأصبح بروفيسور كبير في علم النفس. في علم النفس جميل جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. كنت يتيم، الأب راح عليا الوالد وزد أخذوا عليا الوالدة، أخذوا عليا الوالدة، أخذوا عليا الوالدة. صاك دائما نشعر بأني عايش بدون أب. هو أكثر من 48 سنة الوالد في الغربة، تمك أسس حياة نتاعو. مشاهدينا اليوم حكايتنا راح تكون من غردايا وبالتحديد من القرارة. ناس غردايا راح اليوم نحكي لكم حكاية مؤثرة جدا، حكاية فيها تفاصيل كثيرة وفيها بالأخص دروس وعبر كثيرة، وإن شاء الله إذا حب ربي وسهل لنا راح تكون فيه فرحة في آخر الحصة. راح نبدأ الحكاية تاع اليوم من هذه الصورة. أكم تشوفوا هذا الطفل الصغير؟ أنا ذاك كان في عمره 4 سنوات. هذا الطفل تمرمد تشتت تيتم تمرمد تشتت. اليوم راهو جد في عمره كتر 52 سنة، راهو جالس أمامي. حكايته مريرة جدا. تعرفوا أنه هذا الطفل بعد ما كبر وكون شخصية وتحدى الصعاب راح حتى لبودابست يحوس على الوالد تاعو. وفي بودابست كذلك من الصدف راح نشوف واحد الصورة، كان بائع شاي، باع شاي ب100 أورو. نعم في بودابست. رايح نحكي لكم الحكاية قبل ما نرحب بك سيدي. شوفوا هذا عم إبراهيم لو معنا اليوم باباه صافي 50 سنة من قبل. تخيلوا معنا نوليو 50 سنة من قبل في غردايا طردوه من العرش. تعرفوا علاش؟ لأنه احنا كنا نعرفوا أنه غردايا فيها ناس محافظين، ناس متشدين بالدين والعادات والتقاليد. وخمسين سنة واليوم العقليات طبعا تختلف. منذ 50 سنة الوالد تاعو كان مثقف بزاف وكان قاري وكان فاهم. في يوم من الأيام كان قاعد مع أصحاب العرش شيوخ ومشايخ المنطقة، قال لهم أنه لازم المرأة تتحرر، أنه المرأة تقرأ وتخرج وتخدم وكذا. العرش منذ 50 سنة عارضوا الفكرة تاعو، وبالمعارضة تاعهم واش داروا؟ طردوه من غردايا. هذا الأب اللي وليده راه حاضر معنا ما كان بيده حيلة، رفض كابته مسكين وخرج من غردايا وتغرب. الحكاية ما حبستش هنا، يماه كذلك زوجوها بعد 4 سنوات من طرد الوالد تاعو. يعني عمي إبراهيم اللي شتوه طفل صغير هكذا في عمره 4 سنين شاف الويلات، عانى وعانى وعانى، لكن ربي كيحب يفرج حتى ولو بعد قرن يفرج ربي سبحانه. وإن شاء الله يتلاقاو الأب وابنه كيفاش وعلاش، لازم تابعوا الحصة وتفهموها. عمي إبراهيم مرحبا بك. نرحبوا بكل ناس غردايا الأعزاء. أنا شخصيا نحب غردايا ونحب ناسها، لأنه سبق لي وين زرت هذه المنطقة المضيافة وناسها الكرماء طبعا. عم إبراهيم باش نبدأ ونحكي، كان في عمرك 4 سنين عشت ظروف صعيبة بزاف، تيتمت وانت في عمرك 4 سنين تو أختك الصغيرة. كما قلت للمشاهدين باباك منذ 50 سنة قال لهم المرأة في غردايا لازم تتحرر، الطفلة لازم تقرأ ولازم تنجح. وش قالوا له المشايخ تاع المنطقة؟ ايه طردوه من القرارة في السبعينات هذه، وطردوه هو واحد صديق عنده اسمه حسن. كل واحد أخذ منهج، كل واحد أخذ طريق. هو حب التعليم، يحب الإمرأة التعليم، هما رفضوا التعليم وطردوه هذيك لهذيك المناقشة وتطرد من البلد. كان في عمره 30 سنة أنا ذاك حوالي بالك 30 سنة هكذاك. وانت كنت الوليد الكبير؟
يعني كان في عمرك 4 سنين تو اختك الصغيره شحال كان في عمرها؟ اختي كبيره عليا كان في عمرها 6 سنوات. 6 سنوات. 6 سنوات. طردوه باباك استجاب لهذا الطرد خرج من غردايا. كما يقولوا استجاب على خاطر الوقت هذاك مش كما الوقت الحالي، كانت ما كانش كان فيها كما يقولوا الزمان ماشي كما الحاضر دوك. صحيح. حضارة وكانت اسم عادة التقاليد قديمة و... ومازالنا في غردايا محافظين على التقاليد والتراث و... في غردايا انا بروحي خديت هذيك نخدم محافظة التقاليد والتراث وادي ميزاب، اي منطقة نمشي لها خارج سوى في ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن ناخذ معايا لباس تقليدي ونخدم الشاي كما يقولوا احنا الصحراء معروفين بالشاي والكرم تاعهم والجود تاع الناس الصحراء. وانا كي نخدم الشاي نعطي لهم نمد لهم عبارات، اتاي على الجمر اشرب ورد لي بالخبر، اتاي بلا نعناع خليه عند مولاه يتباع. الحين وليو لحكايه الشاي عمي ابراهيم، ولكن قبلها قبل ما لحقت للشاي وقدرت تكون روحك وتعود توقف على رجليك وتتحدى الصعاب، جوز طفوله صعيبه بزاف لانه الوالده تاعك كذلك لقات روحها ما بين نارين. الوالده تاعك زوجها اللي هو باباك طردوه تغرب راح هجر، وهي مسكينه لقات نفسها انها لازم تعاود الزواج. تعاودت الزواج طلبها الزوج الثاني الله يرحمه و زوجوها تزوجت العرش زوجها اسمها بالموافقه وتزوجت وكما يقولوا عاشت معها واش كتب ربي توفى الله يرحمه. الله يرحمه وندعو له بالرحمه. ولازم يعرفوا المشاهدين انه راجل يماك رفضك انت ما حبش يربيك. لا 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 رباني بصح الجد والجده حبوني باش نقعدوا عندهم لانه عنده اولاد من الزوجه الاولى باسكو الزوجه نتاعو الاولى توفات خلات له اولاد. اذا هو فضل انه يماك تربي ايوه اولاده. أيوة. وانت تربيت عند جداك. عند الجده انا واختي وكنا ندرسوا في القراره. انا واختي كنا ندرسوا في القراره عندما كنا عندما كنا صغار. في اوقات العطله تاتي الوالده نروحوا نقعدوا معاها أسبوع أسبوعين على حسب العطلة الدراسية وتعاود ترجع للجزائر لأنه كانت ساكنة هنا في الجزائر. الوالدة مازالها على قيد الحياة؟ الحمد لله راهي في قيد الحياة. ربي يطول في عمرها إن شاء الله. سفرات هي كذلك الوالدة؟ تعبت شوية. تعبت. لو كان تشوفي لك الوالدة تاعك واش تقول لها بحكم تربيت معاها بحكم عشتوا يتيم الأب والأم حتى الأم في حية واش تقولها ليماك لو تشوف فيك؟ يعني لو كان نقولها قصه باك تفكرني بها تضحك. هي كي تجي البلد كنت تريح معنا نريحوا معاها في الدار اسبوع ولا اسبوعين تاع العطله. اليوم الاخر باش تروح ترجع للجزائر تقول لي ابراهيم واختي مع اختي خديجه تروحوا عند الجده نتاعكم. نحس بهذاك الفراق تاع بابا ويزيدوا ينحوا لي الوالده. ندخل حاشاك الحمام نغلق الباب من الداخل نقولها ما نخرجش نقعد في الحمام ولا ديني معاك ولا قاعدي معايا. هي واش كانت تدير؟ هو في الحقيقه الوقت هذاك عندي خالي شويه الله يرحمه كان شويه متشدد في التربيه نخاف منه تقول لي اخرج ولا نعيط له نخرج. بقات لك راسخه هذه ايه؟ ما كنتش تحب تبعد عليها. بقات ذكريات صح ذكريات ولو عاد الزمن. اليامات عمي ابراهيم على بالي ماشي سهل تفكر هاد الذكريات اللي صح معليش ربي يفرج ان شاء الله. الحمد لله قضاء وقدر ربي يكتب كل واحد كيفاش كتب له حياته. صح عمي ابراهيم الوالد تاعك بعد ما طردوه من العرش وين راح؟ الأول راح العراق بغداد درس في كلية الحقوق ودرس في كلية الأدب. بعد ما درس في العراق في بغداد انتقل إلى أمريكا.
فلوريدا؟ لا لا, لا. في نيويورك عاصمة ألباني. تمك أسس حياة نتاعو وأصبح بروفيسور كبير في علم النفس. في علم النفس جميل جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. أيوة. وانت كنت صغير كنت مازال لك ماشي فاهم الدنيا كيف وما على بالك شو شو صاير. وقتاش بديت تكتشف انه باباك ما راهوش معاك وبديت تفهم الحكايه هذه تاع العرش وتاع الطرد؟ تقريبا حتى انا كان في عمري 17 16 سنه بديت نكتشف على الوالد باللي مطرود وسمعت الدروس نتاعو بديت ما باش نعرف الحقيقه تاع الوالد. جميل جدا. ومن بعد انا زدت ترغبت كما يقولوا تبعت طريق الوالد ترغبت رحت لليبيا. عم ابراهيم قبل ما نروح كذلك لليبيا خلينا نحكيوا على الطفوله تاعك ربما والمراهقه وكذا. وشنو هي اصعب مرحله ولا اصعب ذكرى لحد الان مازالها راسخه وكي تفكرها يكون عندك شعور غريب جدا وما تقدرش تنسى هذا الامر؟ شعورنا الأصعب المرحلة اللي مريت فيها في الطفولة ما بين 7 سنوات حتى 15 سنة. شعور نحس كنت يتيم الأب راح عليا الوالد وزد أخذوا عليا الوالدة. كدوا عليا الأب تعذبت شوية وزادوا أخذوا عليا الوالدة. عمري 6 سنوات كنت السنة أولى دخلت للدراسة. تماك وليت نشعر ديما محروم اسمها خصني حنان الأب وحنان الأم. وعلاقتك مع شقيقتك؟ كنا نتحبوا بصح دايما ندوسوا كيما دراري صغار كامل خاوة في الدار. واليوم شقيقتك تزوجت؟ الحمد لله. وعندها أولاد الله يبارك. الحمد لله. إذا عمي إبراهيم بعدها رحت لليبيا. ليبيا سنة 94 رحت لليبيا. بعتني الشيخ من البلاد من عندنا من البلاد الشيخ الناصر. بعم إبراهيم بعد ليبيا وين رحت؟ بعد ليبيا حقيقة زدت رحت لتونس. زدت لتغربت في تونس؟ تغربت في تونس سنة 96 95 من تونس؟ من تونس عاودت رجعت للجزائر قعدت فترة وبعد عملت هذه التأشيرة رحت لهونغاريا المجر بودابست. راح لبودابست وهنا حين فتحوا قفص كبير على بودابست. أكم تشوفوا هذه الصورة نتاع عم إبراهيم وبريق التاي. عم إبراهيم قرر يروح لبودابست بحثا عن الوالد تاعه وخير بودابست باش يروح لأمريكان. أيوه. هكذا أيوه. حبيت تقرب البودابست باش تدخل ماريكان باش تحوس على باباك. لانه كانوا جاوك معلومات انه باباك راه مستقر في نيويورك وكذا وعندك تفاصيل كثيره حتى الجامعه اللي كان فيها. في بودابست قعدت 4 سنوات. بصح ما قدرتش تروح لماريكان الولايات المتحده الامريكيه. وعلاه؟ حاولت عده مرات ورفضوا الطلب. قالوا لي لازم ترجع للوطن تاعك وتعمل طلب تاشيره لامريكا باش تقدر تروح. كي لقيت ما كانش عرفت رجعت للجزائر. جميل جدا. قريت بعد في الوطن. جميل جدا. وحنا نعرفوا عم ابراهيم ناس غردايه وبني مزار بالاخص يقدسوا الخدمه يحبوا الخدمه يعني صح يديروها عباده العمل في غردايه وكذا. انت ديت هذيك الفكر تاعك حتى لبودابست وباش تخدم وتكسب لقمه رحت تخدم باللباس تاعك التقليدي وبالشاي التقليدي الصحراوي اللي ما عندوش مذاق كيما هو الشاي تاع الصحراء وحده عنده نكهه خاصه به. قدرت تدير تجاره وتبيع كاس اتاي ب100 اورو في بودابست وروشت للشاي الصحراوي في بودابست وهي الصوره تاعك هي تظهر امامنا هكذا. عمي ابراهيم كيفاش يعني ربما جاتك هذه الفكره؟ والله الحقيقة لحقت عاصمة بودابست سنة 2004 ومن بعد ما لقيت اللغة نتاعهم صعبة ما يتكلموا ألماني ولا إنجليزي لأنه ذاك الوقت أنا نتكلم إنجليزي وفرنسي تعلمت اللغة الإنجليزية والفرنسي لكن لغتهم خاصة كما احنا عندنا قبيل هما عندهم لغة مجرية.
لو بالمجرية نقول لك عمي إبراهيم أعطيني فنجال أتاي ولا كاس أتاي، واش تقولها لي؟ سي بيو أشتيت كيبانوك ليستي باش غزت إجبو هاكتايا. يعني تخدرمتهم كتسب ثقافات كثيرة. أي تعلمت اللغة نتاعهم وتعاملت معاهم باللغة وعندي أصدقاء نتلاقى معاهم وخدمت حتى مع شرطة الحدود مترجم كمترجم. الحاج قلنا أنه من بودابست عاود وليت للجزائر. رجعت. لأنه تعذر عليك أنك تلحق الوالد تاعك وتشوفه، واليوم الفراق ما بيناتكم راهو قريب أكثر من 50 سنة ما شفتش باباك. وأكثر من 48 سنة الوالد في الغربة. صح. صحيح. أنت عندك معلومات راهو قادم، بصح كيفاش ويقتاش؟ لازم المشاهدين يعيشوا معانا ويعيشوا معاك مفاجأة. يعني برنامج خليها على ربي راه محضر لك المفاجأة. ورانا متشوقين كثر منك عمي إبراهيم باش نعيشوا واحد اللحظة جميلة جدا. ولكن إلى حين يكتب ربي ويأذن ربي باش تكون هذيك المفاجأة، برنامجنا الحمد لله يشوفوه في الداخل ويشوفوه حتى في الخارج. وعدنا جالية جزائرية عبر كامل، ماشي غير القطر الوطني، نقولوا في العالم، لأنه جالية ما شاء الله يتابعونا، ومن خلال برنامج خليها على ربي رسالة. هاي كاميرتك عمي إبراهيم للوالد تاعك، هذا الأب اللي ما شتوش منذ أكثر من 50 سنة، شقيت على جاله، تعبت، تغربت باش برك تشوفه، باش برك تشم ريحته، باش برك تقول له يا بابا أنا وليدك، بابا توحشتك. واش تقول باباك؟ الوالد نتاعي في الحقيقة كنت صغير جدا، أعطاني خالي واحد بيت تاع شعر أنا محافظ لحد اليوم. قالوا يا بابا يسمعني ناديتك في التليفون عن حالك، يلا خبرني، رجع لي راني محروم، الوحش، الغربة، عذاب في عذاب، يا بابا نترجى منك ترد في الباب. دموع. واش تعكس هذا الدموع عمي إبراهيم؟ دموع الوحش، دموع الحب، الوحش، دموع الشوق، ودموع الحرمان، الحرمان من الأب، لأنه مهما كان الأب سند، لأنه مهما وش كان الطفل والطفلة يحتاجوا باباهم. ربي يجمعكم إن شاء الله. إن شاء الله. قريبا جدا إن شاء الله. والأمل أختك واش تقولها؟ والله أنا أمل يعني مشكلة هي ما تفهم اللغة العربية، لازم نكلمها. You can speak with her in English. Maybe yeah, I speak English. I speak for my sister Amal. Welcome in Algeria. I very very so much. I like to see you and with my family. جميل جدا. Very very soon إن شاء الله. إن شاء الله. Very soon، قريبا جدا إن شاء الله. وأخي أمين في المرة القادمة إن أراد القدوم. إن شاء الله يا رب. لذلك عمي إبراهيم أنت كنت في بودابست ومن بعد خلاص جاتك واحد المقولة هكذا، واحد الحاجة المثل تقولوا بزاف، كلازم نولي الجزائر لأنه وطني وطني ونحب نرقد في قطني. هكذا إن شاء الله الوالد تاعك بعد 50 سنة رح يكون يرجع الجزائر، لأنه من كل واحد يتغرب إلا ويجي لبلاده. إن شاء الله عمي إبراهيم إحنا قلنا حضرنا المفاجأة، والمشاهدين راهم متشوقين طبعا هذه المفاجأة، وانت كذلك لازم تحضر نفسك المفاجأة. وإن شاء الله دايما نقولوا خليها على ربي، وربي سبحانه ما فيه غير الخير، بعد كل شدة تزول وتجي الفرجة، وبعد كل عسر يسر، وبعد كل ألم يكون فرحة، وبعد كل فراق راح يكون إن شاء الله عناق ولقاء وفرحة. هكذا عمي إبراهيم إن شاء الله حكايتك بزاف مؤثرة، ومالغري كل يوم راك كبير في عمرك 50 سنة، ولكن حسوا فيك هذاك الطفل الصغير اللي كان محروم، وإن شاء الله يعاود يعيش حياته من دارة وجديد إن شاء الله. إن شاء الله. إذا مشاهدينا طبعا إحنا قلنا أنه إن شاء الله اللي رانا محضريكم مفاجأة،
وأية مفاجأة. اليوم راح يكون جزءنا الثاني مليء بالأفراح وبليزيموسيون وكثير من الأحداث. طبعا هذا إذا قدرنا ربي سبحانه، متأكدة أنه راح يقدرنا، لأنه أنتم راكم تدعيونا وتدعيوا لعم إبراهيم أنه ربي يفرج همه طبعا ويلاقيه بالوالد تاعه. ولما نطول عليكم، في رأيكم وش راح يكون في الجزء الثاني؟ نخليكم تخمنوا شوية، نروحوا فاصل بعدها نواصلوا ونعيشوا مع بعض المفاجأة. إذن مشاهدينا، كما شفتوا مع عم إبراهيم كنا وعدناكم أن رانا محضرين له مفاجأة، وأية مفاجأة. طبعا أنتم وعم إبراهيم رايحين تشوفوها بعد قليل، ولكن كما وعدناك عم إبراهيم رانا معك اليوم في مطار الجزائر الدولي. يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة بزاف إن شاء الله. إن شاء الله اليوم تفرح، وهذا العام الجديد 2024 راح يعود عليك ان شاء الله بالخير. ان شاء الله يا ربي وليكم ثاني ان شاء الله والشعب الجزائري. واش نقولوا للمشاهدين؟ ما يروحوش بعيد يتبعوا، لانه راح تكون حلقه جد مميزه ان شاء الله. قول لهم استناونا ان شاء الله سنه تاع خير ان شاء الله. ان شاء الله يلا تابعونا، نروحوا نعيشوا كيف كيف هذوك اللحظات ونديروا مفاجاتنا لنهار اليوم. ماك واجد عم ابراهيم؟ انا واجد. يلا على ربي ان شاء الله.